السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أي استفسار قبل ما نبدأ؟ طيب، نستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه في اللقاء الماضي. كنا وصلنا في اللقاء الماضي للجزء الخاص بقوائم التكاليف وقوائم الدخل، الجزء الخاص بالتكاليف والدخل، وكان في اللقاء المحاضرة رقم 16 تمرين تاني، نفس التمرين اللي احنا خدنا زيه في اللقاء الماضي، فده تقروه تاني انتوا مع نفسكم وتحلوه مع نفسكم تاني، لان هو يعتبر كأنه نفس اللي التمرين اللي احنا خدناه بالتفصيل المحاضرة الماضية. طيب، لما نيجي نتكلم بقى على موضوع جديد اللي هو النظم محاسبة التكاليف أو النظم المستخدمة في التكاليف. في عندي نظامين أساسيين تم استخدامهم في محاسبة التكاليف، نظام اسمه نظام الأوامر ونظام اسمه نظام المراحل. وفي حاجة اسمها نظام الأوامر ونظام المراحل. إيه الفرق ما بين نظام الأوامر ونظام المراحل؟ نظام الأوامر من الاسم بتاعه، الإنتاج لا يبدأ إلا بعد وصول طلب أو أمر من العميل. الإنتاج لا يبدأ إلا بعد وصول طلب أو أمر من العميل. يعني الإنتاج ليس للسوق. معناها الانتاج ليس للسوق. الانتاج مش للسوق، لكن الانتاج لعميل محدد، عشان كده بيكون الانتاج غير متماثل او غير متشابه، وبيكون الانتاج بحجم صغير زي صناعة مثلا الاساس. ممكن مصنع الاساس ما يشتغلش وينتظر لما يجي له عميل، يجي له زبون ويطلب الحاجه اللي هو عايزها، ونبدا بناء عليها نصنع له الحاجه اللي هو عايزها بالمواصفات اللي هو محتاجها. اما النوع الثاني من الانظمه اسمه نظام المراحل. في نظام المراحل هنا الانتاج فيه بيبقى انتاج متماسك، زي الأجهزة بتاعت التلفزيون، أجهزة اللابتوب، الجوالات، دي بنقول عليها إنتاج بنظام المراحل. الإنتاج ما بنتظرش بقى إن العميل يجيلي ويطلب منتج معين، لا، الإنتاج بيبقى للسوق. الإنتاج بيبقى للسوق، وليس بناءً على مواصفات عميل محدد. اثنين، الإنتاج بيكون بحجم كبير. الإنتاج بيكون بحجم كبير. ثلاثة، الإنتاج بيكون متماثل أو متشابه. طيب، لو بدأنا بنظام تكاليف الأوامر. كنا اتكلمنا قبل كده من البداية خالص، كنا اتكلمنا على وحدة قياس التكلفة، وقلنا وحدة قياس التكلفة هي الشيء المراد قياس تكلفته. يبقى الحاجة اللي أنا بأبحث قياس تكلفتها كام اسمها وحدة قياس التكلفة. فوحدة قياس التكلفة هنا هي الأمر الإنتاجي. الأمر اللي بيجي لي طلب كتابي من أحد العملاء بأن هو عايز مواد بمواصفات 1 2 3 4. ببدأ بعد كده أشتغل. يبقى الإنتاج على أمر من العميل، الإنتاج عدد معين، الإنتاج غير متجانس زي صناعة الأساس، المطابع، دور النشر، بناء السفن. طيب، لما اجي احدد تكلفه الامر الانتاجي عشان احاسب العميل، اقول له الامر ده هيكلفك كام، عشان احاسب العميل واقول له الامر ده هيكلفك كام. سهل جدا، لما اجي استخدم مواد خام بحمل المنتج اللي استخدمه فعليا من مواد الخام، وكل منتج بكون عارف خد قد ايه وقت من العامل، وبناء عليها اقدر احدد كمان الاجر بتاع كل عامل قد ايه، يعني كل عامل خد اجر قد ايه.
لكن صعب جدا ان انا احدد تكلفه الامر خد قد ايه من التكاليف الصناعيه غير المباشره. ليه؟ لان التكاليف الصناعيه الغير مباشره ما بعرفش الاوامر اللي جت لي خلال السنه اللي اخر السنه. يعني مثلا ايه رايكم لو بدات اول السنه وجالي امر معين، طلب معين من عميل، وكان ايجار المصنع خلال السنه 100,000، هل اقدر احدد نصيب الامر الانتاجي ده من الايجار بتاع المصنع كام؟ ما اقدرش احدد دلوقتي. ليه؟ لان مش عارف كام امر هيجيلي، مش عارف كام امر انتاجي هيجيلي. ممكن يجيلي 50 امر، 60 امر، 1,000 امر. يبقى على حسب الاوامر اللي هتجيلي بوزع التكلفة الفعلية، لكن خلال الفترة بقدر الامر ده تقريبا هيكون نصيبه من التكاليف الصناعية الغير مباشرة دي. يبقى الامر الانتاجي بطلع تكلفته قد ايه الفعلية، تكلفته قد ايه الفعلية من المواد ومن الاجور، لكن ما بقدرش احدد نصيبه من التكاليف الصناعية الغير مباشرة قد ايه الا في اخر الفترة. ما بقدرش احدد الا في اخر الفترة. عشان كده في اخر الفترة ابدا اقدر هي التكاليف الصناعية اللي انا حملتها على الانتاج كام، والتكلفة الفعلية قد ايه، وبناء عليها في فروق تحميل قد ايه، بناء عليها في فروق تحميل قد ايه. يبقى فروق التحميل ديت هي الفرق ما بين التكاليف الصناعية الغير مباشرة المقدرة والتكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية. يبقى الفرق ما بين المقدر والفعلي ده اللي انا بحسبه في اخر السنة، ده اللي انا بحسبه في اخر السنة. طيب علشان اطلع تكلفة الامر من الاجور المباشرة والمواد المباشرة بحسبها وبفتح حسابات لكل واحد منها. ركزوا معايا الله يكرمكم، انا هفتح دلوقتي 5 حسابات علشان احدد تكلفة الامر قد ايه. يعني عشان هتلاقوا فيه حاجات عملي، في تفريغ المحاضرات المرئية. انا مش عايز العمل ده، انا محتاج اللي هقوله فقط دلوقتي. محتاج ان انا هعمل 5 حسابات، ده الحساب هو رقم 1. كل حساب من الخمسة لازم اعرف مكونات الطرف المدين فيه كام، ايه اللي في الطرف المدين وايه اللي في الطرف الداخلي. يعني مثلا حساب مراقبة مخازن المواد، الحساب ده بيحدد لي المواد اللي انا صرفتها واستخدمتها لكل امر انتاجي كام. فالحساب ده بيكون فيه مواد اول المدة، افترضوا ان انا كان عندي رصيد مواد اول المدة 5,000 ريال، وخلال المدة اشتريت مواد ب 15,000 ريال، يبقى كده اجمالي المواد اللي عندي كلها 20,000 ريال. لازم طبعا الناحيه الثانيه كان حساب استاذ اهو 20,000 ريال. يبقى انا لو جبت لكم مواد اول المده وجبت لكم مشتريات وقلت لكم الطرف المدين في حساب مراقبه مخازن المواد هيبقى مدين بكام؟ تقول لي مدين ب 20,000. طب ما هي المواد اللي موجوده في المخزن ديت مباشره وغير مباشره. المخزن لما بيزيد بخليه في الجانب المدين. طب المخزن لما يقل يبقى يصرف منه يجي في الجانب الداني. المواد اللي هتطلع من المخزن يا اما مواد مباشرة يا اما مواد غير مباشرة. يبقى اللي هيطلع من المخزن يا اما مواد مباشرة يا اما مواد غير مباشرة. المواد المباشرة بتعالج في حساب اسمه مراقبة الانتاج تحت التشغيل. يبقى اي عنصر مباشر، من التكاليف بيتعالج فين؟ بيتقفل فين؟ في حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل. أي تكلفة غير مباشرة
بتعالج فين؟ بتعالج في حساب التكاليف الصناعية الغير مباشرة. بتعالج في حساب التكاليف الصناعية الغير مباشرة. يبقى مراقبة الإنتاج تحت التشغيل، مراقبة الإنتاج تحت التشغيل بيتعالج في الحساب دي على طول، بيتعالج في المواد المباشرة. والغير مباشر في مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة، في حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة. افترضوا المواد المباشرة اللي صرفت للإنتاج عبارة عن 3000، والغير مباشر كان عبارة عن 4000، يبقى رصيد آخر المدة كام؟ أنا كان عندي 20، انصرف منهم هو 7، يبقى اللي باقي آخر المدة 13000، ده رصيد آخر المدة. يبقى ده أول حساب اللي هو حساب مراقبة مخازن المواد. عرفت إيه اللي في الطرف المدين وإيه اللي في الطرف الثاني. طيب، الحساب الثاني. الحساب الثاني حساب مراقبة الأجور. الحساب الثاني حساب مراقبة الأجور. حساب مراقبة الأجور أيضا في طرف مدين وطرف ثاني. بيجي في الجانب المدين إجمالي الأجر المستحق. بيجي في الطرف المدين إجمالي الأجر المستحق سواء مباشر أو غير مباشر. فالأجر المستحق افترض إن الأجر المستحق كان 4000. المباشر فيه كام والغير مباشر كام؟ يعني كأن الإجمالي بتاع الأجر بيجي في الطرف المدين بقسمه المباشر مثلا 1500 مثلا والغير مباشر 2500. طبعا الارقام دي تكون جايه جاهزه في الاختبار. يبقى اقول لكم الطرف المدين فيه مبلغ كام، الطرف الداين فيه مبلغ كام. طب الطرف المدين الانتاج تحت التشغيل، المواد المباشره اللي الانتاج تحت التشغيل، الاجر المباشر يعالج في ايه؟ تقول لي الاجر المباشر يعالج في حساب تكاليف الاجر المباشر في مراقبه الانتاج والتشغيل، والاجر الغير مباشر في حساب اسمه تكاليف صناعيه غير مباشره. تكاليف صناعيه غير مباشره. يبقى ده الحساب الثاني حساب مراقبه الاجور. طب الحساب الثالث حساب مراقبه الانتاج تحت التشغيل، برضه في طرف مدين وفي برضه طرف داين. الطرف المدين فيه رصيد اول المده، يعني انا كان عندي قد ايه انتاج تحت التشغيل ما اكتملش من الفتره اللي فاتت وهيكتمل لسه معايا السنه دي. افترضوا كان عندي انتاج تحت التشغيل ب 2000. طب صرفت مواد خام قد ايه خلال الفتره؟ احنا جبناها من المواد 3000. واجور مباشره قد ايه؟ اجور مباشره كان 1500. جبتهم منين دول اهو؟ ارجع للمواد اللي اجور مباشره دي 1500. وارجع للمواد المباشره ادي 3000. يبقى لما اروح انتاج تحت التشغيل اقول له انا صرفت مواد مباشره 3000 واجور مباشره 1500 والتكاليف بقى المحمله دي اللي انا بقدرها. افترض ان انا قدرت تكاليف غير مباشره 5000. يعني قلت كده نصيب الامر ده من التكاليف الغير مباشره 5000 قدرتها. يبقى اجمالي هنا كام؟ 2003 دي 5، 5 و5 10 و1500. يبقى الطرف ده كله عباره عن 11500، ده الاجمالي اللي انا صرفته على الانتاج خلال الفتره. طب المبلغ الاجمالي اللي انت صرفته على الانتاج خلال الفتره ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، جزء اكتمل وجزء لسه ما اكتملش. افترضوا اللي اكتمل 9، يبقى انا انتجت انتاج تام اهو 9. يبقى اللي ما اكتملش لسه 2500، بقيت ال 11500 اللي موجوده في الطرف المدين اللي هي نفس مجموع الطرف الداين، اللي هي نفس مجموع الطرف الداين. يبقى مراقبه الانتاج التام كام والانتاج تحت التشغيل قد ايه؟ الانتاج تحت التشغيل هو صرف اللي قلنا 2500، والانتاج التام عباره عن كام؟ عباره عن طيب الحساب رقم 4 حساب مراقبة الإنتاج التام. يبقى الحساب ده بيحدد لي هي الأوامر اللي اكتملت خلال الفترة. كان عندي أول الفترة منها قد إيه؟ افترض كان أول الفترة منها كان عندي 12000 إنتاج تام أول الفترة. وخلال الفترة أهو خلال الفترة أنتجت 9.
يبقى خلال الفتره جالي كمان 9، يبقى اصبح كل الانتاج اللي عندي كده مجموعه 21,000، ده اجمالي الانتاج اللي عندي خلال الفتره، ونفس المجموعه الناحيه الثانيه. طب ده الاوامر اللي اكتملت، الاوامر اللي اكتملت ديت قد ايه منها اتسلم للعملاء، يبقى ده اسمه اوامر مباعه او تكلفه مبيعات. افترضوا كان 18,000 الاوامر اللي اكتملت، يبقى قد ايه الاوامر التي لم تكتمل؟ يبقى الباقي ال 4,000 اوامر لم الاوامر مكتمله ولم تسلم للعملاء. اوامر مكتمله ولم تسلم للعملاء. طيب الحساب الاخير اللي هو الحساب رقم 5، الاوامر التامة لسه مطلعينها 18,000، ويبقى المجموع تحت 18,000، والناحية الثانية اهو نفس ال 18,000. طب قد ايه منها هيتقفل في الارباح والخسائر؟ كل ال 18,000 هتتقفل في الارباح والخسائر. كل ال 18,000 هتتقفل في حساب الارباح والخسائر. يبقى المبلغ اللي يتدفق في الارباح والخسائر الكل المبلغ اللي هو ال 18,000. نهايه تاني، الاوامر الانتاجيه نظام من الانظمه بيتم بناء عليه، بناء على الاوامر دي. الانتاج ما بيتمش الا بعد تلقي طلب او امر من العميل. الانتاج ما بيتمش الا بعد تلقي طلب او امر من العميل. طيب علشان احسب تكلفه بقول له رقم 1 لازم تصور الحسابات اللي عندك. طب يا عم ايه الحسابات اللي موجوده عندي؟ بقول له حساب، اول حساب مراقبه مخازن المواد. اول حساب اسمه حساب مراقبه مخازن المواد. الحساب ده بيكون موجود فيه ايه؟ الحساب ده بيكون موجود فيه ايه؟ في الطرف المدين رصيد مواد اول المده، في الطرف المدين رصيد مواد اول المده، والمشتريات من مواد خلال المده. طيب المواد اللي بتصرف كل دي ارقام مفترضه، كل دي عباره عن ارقام مفترضه. فبفترض ان المواد اللي عندها اجماليها عباره عن 20,000. افترض ان الانتاج تحت التشغيل المنصرف، المواد المباشر المنصرفه 3,000، والغير مباشر كان 4. يعني انا عندي مواد كلها ب 20، انا عندي مواد كلها ب 20، منصرف 3، مباشر 3، وغير مباشر 4، يبقى المتبقي رصيد اخر المده 13,000. يبقى المتبقي رصيد اخر المده 13,000. طيب نروح على الاجور. في الطرف المدين، في الطرف المدين، في الطرف المدين من حساب الاجور، في الطرف المدين من حساب الاجور اجمالي الاجر المستحق، اجمالي الاجر المستحق. وفي الطرف الداين تفاصيل الاجر المستحق ده، الاجر المستحق ده قد ايه منه؟ قد ايه منه مباشر وقد ايه غير مباشر؟ قد ايه منه مباشر وقد ايه غير مباشر؟ المباشر هيعالج في حساب مراقبه الانتاج تحت التشغيل، والغير مباشر هيعالج في حساب التكاليف الصناعيه غير المباشر، هيعالج في حساب التكاليف الصناعيه غير المباشر. الانتاج تحت التشغيل كل ما صرف على الانتاج خلال الفتره. انا كان عندي رصيد اول الفتره منه قد ايه؟ كان عندي رصيد اول الفتره منه قد ايه؟ اتصرف مواد مباشره عليه قد ايه؟ اجور مباشره قد ايه؟ تكاليف غير مباشره محمله قد ايه؟
لاحظوا المواد المباشره الفعليه والاجور المباشره الفعليه، اما التكاليف الغير مباشره المحمله اي المقدره، لانه ما بعرفش الفعلي الا اخر الفتره. طب في الجانب الدائم من الانتاج ده بيبقى ايه؟ مش ده كان اسمه انتاج تحت التشغيل؟ بنيجي اخر الفتره بنقول الانتاج تحت التشغيل ده عباره عن حاجتين، جزء منه اكتمل وجزء ما اكتملش. الجزء اللي اكتمل يبقى انتاج تام، والجزء اللي ما اكتملش يبقى انتاج تحت التشغيل. يبقى اللي اكتمل انتاج تام، واللي ما اكتملش لسه انتاج تحت التشغيل. طيب بعد كده مراقبة الانتاج التام بيكون موجود في ايه؟ بيكون موجود في مراقبة الانتاج التام اول حاجة رصيد انتاج تام او المدة، بجمع عليه الانتاج اللي اكتمل خلال المدة، يبقى ده كل الانتاج اللي عندي، جزء منه اتسلم للعملاء اللي اسمه تكلفة المبيعات، وجزء منه لسه باقي عندي يبقى ده اسمه مخزون اخر المدة. جزء منه اتسلم يبقى ده تكلفة المبيعات، وجزء منه باقي اللي هو مخزون اخر لايه؟ مخزون اخر المدة. بعد كده اخر حساب اللي هو رقم 5 اللي هو حساب اسمه تكلفة المبيعات. حساب تكلفة المبيعات ده بيكون برضه في الطرف المدين اللي انا بعته، او اللي هي الانتاج اللي انا بعته او سلمته للعملاء، وفي الطرف الدائن بيتقفل في حساب الارباح والخسائر. بيتقفل في حساب الارباح والخسائر. ده يعتبر بالنسبة لنا نظام الأوامر الإنتاجية. في فاضل جزء بسيط في الأوامر الإنتاجية اللي هو الجزء إزاي إن أنا أتعامل مع فروق التحميل. إزاي أتعامل مع فروق التحميل؟ فروق التحميل الارتفاع اللي قلنا هي عبارة عن إيه؟ فروق التحميل الفرق بين إيه وإيه؟ بين التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية والتكاليف الصناعية الغير مباشرة المقدرة أو المحملة. باجي في آخر الفترة بقول والله أنا حملت على الأوامر الإنتاجية كام؟ طب والتكلفة الفعلية دلوقتي اتضحت إن هي كام؟ لو في فرق سواء بالزيادة أو بالنقص، أقول بقى الفرق اللي بالزيادة أو بالنقص ده أعالجه إزاي؟ ده اللي هنعالجه مع بعض أو نشتغله مع بعض في المحاضرة رقم 20، ده الجزء المتبقي من الأوامر. ونبدأ برضه في الجزء الخاص بالمراحل. اللي عنده استفسار اتفضل، اي استفسار قولوا لي اللي انت عايزه. في اي استفسار يا جماعه؟ افتح لكم الشات اهوت لو في اي استفسار. ما كانش فيها حاجه مهمه قوي اللي هي تكلفة الامر ده من الاجور، تحدد كل عامل اشتغل على كل امر قد ايه، الوقت بتاعه قد ايه، ده القيد اللي احنا قلناه اللي هي مراقبه الاجور، بيكون موجود فيها اجمالي الاجر، الاجر المستحق والاستقطاعات الخاصه. نعم الحسابات ديت كلها مدينه دي، تلاحظوا ان هنا الحساب ده المستقل، الحساب اللي بعده مستقل، الحساب ده مراقبه مخارج المواد ديت جايه من حساب مراقبه المواد، اهي حساب مراقبه المواد ادي الرقم اللي هو ال 3000، والحساب اللي بعده كمان الاجور اللي هو ال 1500، ادي ال 3000 وادي ال 1500 مرتبطين ببعض في الجزئيه دي. بعد كده الانتاج التام ده ال 9000 هيروح على الحساب اللي بعده، الانتاج المباع ده 18 يروح على الحساب اللي بعده، فهي كلها حسابات بالترتيب او مرتبه وعلى بعضها.
طبعا اي حساب استاذ لازم يكون الرصيدين بيساووا بعض. انا اللي بساوي بعض مثلا ده رصيد اخر المده انا بطلعه عندي متمم، يعني الجانب الدائم الجانب المدين ده هو الجانب الاكبر 20,000، وهنا 7 يبقى هنا 20، وهنا 20 يبقى المتمم هو 13. تمام. هتلاقوا عندكم في تمارين محلوله في اللقاءات اللي هي المرئيه محلوله، الامر 101 وامر 102 وغير التفاصيل. انا مش هجيب لكم التفاصيل دي، انا هجيب لكم فقط اللي انا قلت لكم عليه في اللقاء، يعني حاجه زي اللي انا قايل لكم عليها دلوقتي. هجيب لكم بيانات واقول لكم الطرف المدين في مراقبه مخازن المواد هيكون موجود فيه رقم كام. طيب حساب المواد المباشر يعالج في حساب اسمه ايه؟ تقول لي الانتاج تحت التشغيل. طب الاجور مباشر، انتاج تحت التشغيل. طب الغير مباشر، في مراقبه التكاليف الغير مباشر. اي استفسار يا جماعه؟ طيب يبقى كده نراكم على خير باذن الله اللقاء القادم ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.